أهلا بيكم على قناتكم وقناة درس مش خصوصي مع محمود زكي، اللي بنحاول من خلالها معاكم إن احنا نحط إيديكم على كل جديد بالنظام الحديث نظام التابلت. لو أنت لأول مرة بتشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد. كمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير لزمايلك علشان الكل يستفيد. النهاردة بإذن الله هنتكلم معاكم عن جزم الفعل المضارع. معروف ان الفعل المضارع معرب، بينصب ويجزم ويرفع. كمان بيبنى الفعل المضارع في حالتين، وده ان شاء الله هنشوفه لما نيجي ناخد توكيد الفعل المضارع بالنون. لكن تعالوا معانا دلوقتي نتكلم عن حالة جزم الفعل المضارع، او علشان نكون بنتكلم بدقة أكتر، حالات جزم الفعل المضارع. سؤال بيقول لنا متى يجزم الفعل المضارع وما علامات جزمه؟ علشان نعرف إمتى بيجزم الفعل المضارع وعلامات جزمه إيه بالظبط، تعالوا نشوف ببساطة خريطة ذهنية تعرفنا الموضوع ده. الفعل المضارع بيجزم في ثلاث حالات. الحالة الأولانية إذا سبقته أداة من أدوات اللي بتجزم فعل واحد، والأدوات دي هي أربع أدوات: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. أما الحالة التانية اللي بيجزم فيها الفعل المضارع ده لو وقع بعد أداة من أدوات الشرط الجازمة اللي بتجزم فعلين، والأدوات دي هي إن ومن وما ومهما ومتى وأيان وأين وأينما وأن وحيثما وكيفما وأي. أما الحالة الثالثة والأخيرة اللي بيجزم فيها الفعل المضارع فبيجزم إذا وقع في جواب الطلب، والطلب هنا المقصود منه الأمر أو النهي فقط، ويشترط أن يسبق جواب الطلب بأمر محمود، يعني يكون حاجة كويسة. إنما لو كان أمر مذموم مش هيبقى جواب طلب. طيب يا ترى علامات جزم الفعل المضارع ايه بالظبط؟ الفعل المضارع بيجزم بالسكون، ودي علامة أصلية في حالة لو كان مضارع صحيح الآخر، يعني آخره مش حرف علة. وبيجزم الفعل المضارع بحذف حرف العلة، ودي علامة فرعية لو كان مضارع معتل الآخر. كمان بيجزم المضارع بحذف النون، ودي أيضا علامة فرعية لو كان مضارع من الأفعال الخمسة. وإحنا عرفنا الأفعال الخمسة قبل كده لما اتكلمنا عن نصب الفعل المضارع، وقلنا إن هي كل فعل مضارع يتصل بيه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. تعالوا دلوقتي مع بعض نشوف أسئلة أو تدريب علشان من خلاله نعرف علامة جزم الفعل المضارع في بعض الأمثلة. حدد المضارع المجزوم مبينا علامة الجزم في الأمثلة التالية. المثال الأولاني بيقول لنا لم ينجح إلا المجتهدون. يا ترى فين المضارع المجزوم ومجزوم ليه وإيه علامة الجزم؟ طبعا لو بصينا للجملة هنلاقيها بدأت بلم، وإحنا عارفين إن لم من حروف الجزم، لكنه بيسمى أو بيطلق عليه حرف نفي وجزم وقلب، ومعنى كده إنها بتقلب زمن المضارع إلى ماضي وكمان بتنفيه. يعني في الجملة اللي قدامنا ديت لما أقول لم ينجح إلا المجتهدون، معنى كده إن هي قلبت زمن الفعل المضارع اللي هو ينجح إلى ماضي، بمعنى إن هو منجحش، يعني معنى كده لم ينجح في الماضي لكنه ممكن ينجح بعد كده، وعشان كده بنقول انها بتقلب زمن المضارع الى الماضي وكمان بتنفيه. يبقى كده عرفنا فين الفعل المضارع. ايوه الفعل المضارع ينجح وهو مضارع مجزوم، وطبعا لانه صحيح الاخر بنقول مجزوم وعلامة الجزم السكون. نروح لمثال تاني معاكم. المثال بيقول حضر الطلاب ولما يحضر المعلم. فين الأداة؟ تمام، لما. ولما دي تعتبر إيه؟ أيوة
بتعتبر برضو حرف نفي وجزم وقلب، يعني بتفيد نفي حدوث الفعل في الزمن الماضي وامتداد النفي حتى وقت التكلم مع توقع حدوث الفعل فيما بعد. مش فاهم يعني معقولة كل ده في لما؟ أيوة لازم نفهم، لأن ممكن يجي لنا سؤال هنعرفه دلوقتي إن شاء الله على أساس يقولك حدد حرف النفي أو أداة الجزم اللي بتفيد كذا. معنى كده لازم تكون عارف أداة الجزم دي بتفيد إيه بالظبط، علشان لما يجيبها لي في جمل هعرف أختارها من بين 4 اختيارات. الجملة بتقول لي لم حضر الطلاب ولما يحضر المعلم، معنى كده إنها بتنفي حضور المعلم في الماضي، وبيمتد النفي لغاية ما أنا بقول الجملة دي، يعني لغاية اللحظة اللي بقول لكم فيها حضر الطلاب ولما يحضر المعلم، المعلم لسه ما جاش، لكن بتوقع حدوث مجيئه وحضوره فيما بعد. إذن لما بتفيد كده، يبقى بتختلف لما عن لم. احنا قلنا لم بتنفي الماضي فقط، لكن لما بتنفي الماضي لغاية لحظة التكلم، وفي نفس الوقت بيبقى ممكن بعد كده يحصل يعني عكس النفي اللي احنا قلناه، ما حضرش لغاية ما انا قلتلكوا دلوقتي، لكن بتوقع ان هو يحضر بعد كده. طيب فين المضارع المجزوم؟ اكيد الواقع بعد لما، يبقى كلمة تمام يحضر، ويحضر هتبقى مضارع مجزوم، وعلامة الجزم ايضا السكون، وهي علامة اصلية. ليه؟ لان الفعل يحضر صحيح الاخر، اخره مش حرف علة. معاكم نروح لمثال اخر بيقول لنا لا تؤذي جارك. احنا عارفين ان من ادوات الجزم لناهية، يبقى هي دي الاداة، لناهية اداة الجزم. طيب فين المضارع المجزوم؟ بكل تأكيد هو اللي وقع بعد اداة الجزم، يبقى كلمة تؤذي تمام، وده هيبقى مضارع مجزوم بايه؟ ايوه هيبقى مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ليه؟ لأنه معتل الآخر، كان أصل الفعل تؤذي يعني كان آخره ياء، لكن لما دخلت عليه لناهية بقى مضارع مجزوم، وعشان كده حذف حرف العلة. أروح معاكم دلوقتي لأدوات الشرط الجازمة، ودي الحالة التانية اللي بيجزم فيها الفعل المضارع. إمتى؟ إذا سبق بأداة من أدوات الشرط الجازمة اللي هي قدامنا دلوقتي في الخريطة الذهنية دي، وهي إن، ودي بتربط جواب الشرط بجملة الشرط، من تستعمل للعاقل، ما ومهما تستخدم لغير العاقل، متى وأيان بتكون للزمان، أين وأينما وأن وحيثما تستخدم للمكان، كيفما تستخدم للحال. أما كلمة أي فبحسب ما تضاف إليه، فقد تضاف إلى العاقل زي لما أقول أي شخص أي إنسان، وقد تضاف لغير العاقل زي لما أقول أي بيت تسكن فيه مثلا، وقد تضاف للزمان زي لما أقول أي ساعة وقتها، كمان قد تضاف للمكان زي لما أقول أي بلد تعيش فيه يحصل كذا. إذن دي أدوات الشرط، وعرفنا كمان كل أداة من دول بتعمل إيه أو بتستعمل وتستخدم لإيه بالظبط. تعالوا نشوف بعض الأمثلة ونتأكد من خلالها إن أدوات الشرط الجازمة لما بتدخل على الجملة أو على الأفعال مش بتجزم فعل واحد فقط، وإنما بتجزم فعلين. الفعل الأولاني بيسمى فعل الشرط، والفعل الثاني بيسمى فعل جواب الشرط. المثال الأول بيقول لنا إن تجتهد في المذاكرة تنجح. طبعا أداة الشرط هنا هي إن، أما فعل الشرط فهو تجتهد، وجواب الشرط وهو النتيجة المترتبة على فعل الشرط فهو كلمة تنجح. وطبعا تجتهد ده هيبقى فعل الشرط فعل مضارع مجزوم، وهنا علامة الجزم السكون لأنه صحيح الآخر،
كمان تنجح هو كمان هيبقى مجزوم، لأن احنا قلنا إن أدوات الشرط دي بتجزم فعلين، الأول بيسمى فعل الشرط والتاني بيسمى فعل جواب الشرط، والاتنين بيبقوا مجزومين. مثال آخر بيقول لنا: متى تؤدوا ما عليكم من واجبات تسعدوا. طبعا أداة الشرط الجازمة هنا هو كلمة متى، فعل الشرط تؤدوا، وده هيبقى فعل مضارع مجزوم برضو، لكن علامة الجزم هنا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وكذلك جواب الشرط هو الفعل تسعدوا، وهو فعل مضارع أيضا مجزوم، وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نروح لمثال آخر علشان نتأكد أن كلمة أي هي الأداة الوحيدة من أدوات الشرط الجازمة اللي لازم تضاف، اللي لازم تضاف لإسم قد يكون عاقل زي ما قلنا أو غير عاقل أو للزمان أو للمكان. فنقول مثلا: أي وقت تذهب فيه إلى المدرسة تستفد. هنلاقي إن هنا أي أضيفت إلى زمان وهو كلمة وقت، وطبعا وقت هنا تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسر. لكن كلمة تذهب هي دي الفعل المضارع المجزوم، وعلامة الجزم هنا السكون لأنه فعل الشرط. طيب فين فعل جواب الشرط؟ تمام، هو كلمة تستفد، وتستفد فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه إيه؟ لا، إزاي؟ أنا سامع واحد بيقول لي حذف حرف العلة، هقول له المضارع بيجزم بحذف حرف العلة إمتى؟ تمام، إذا كان معتل الآخر. هنا تستفد، هل هو فعل مضارع معتل الآخر؟ لا، ده أخر دال، ولذلك هو هنا مش مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة، بالعكس ده مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. أمال الياء بتاعة تستفيد حذفت ليه؟ احنا عندنا قاعدة بتقول لا يلتقي حرفان ساكنان في كلمة واحدة. لو أنا كتبتها تستفيد هيبقى المضارع هنا مجزوم وعلامة جزم السكون على الدال، والياء حرف مد، وأي حرف مد سواء ألف أو واو أو ياء بيبقى ساكن. معنى كده أن الياء هتكون ساكنة والدال هتكون ساكنة علشان دي علامة الجزم، إذن التقى ساكنان. لما يلتقي ساكنان القاعدة بتقول يحذف الساكن الأول، وعلشان كده حذفنا إيه؟ حذفنا الياء، لكن دي مش علامة الجزم، علامة جزمه الإيه؟ السكون. بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو ده، إن شاء الله هلتقيكم في فيديو آخر بيتكلم عن حالات جزم الفعل المضارع وكمان تدريبات على الحالات دي علشان نعرف الأسئلة بالنظام الجديد بتيجي إزاي. تابعونا على قناة درس مش خصوصي مع محمود زكي، هتلاقوا كل جديد وهتدخلوا الامتحان إن شاء الله وانتم مطمنين أكيد. لحد ما نشوفكم بندعي لكم دايما بالنجاح والتفوق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.